حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير يعني ابن حازم عن محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة وكان مولا من أهل فارس قال شهدت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فضربت رجلا من المشركين فقلت خذها مني وأنا الغلام الفارسي فبلغت النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري.